شكرا للشيف أسماء البحر، وفعلا طبق جدا جميل والأحلى إنه جدا سهل. مشاهدينا، معروف عن شهر يوليو وأغسطس ترتفع في درجات الحرارة، وهالسنة فاجأتنا الرطوبة بارتفاع جدا عالي، ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر الإصابة بضربات الشمس خلال هذه الفترة. لكن السؤال، كيف تتم الإصابة بضربة الشمس؟ وما هو العلاج؟ وما هي طرق الوقاية؟ كل هذا راح نناقشه اليوم مع ضيفتي الدكتورة فاطمة راشد بوجرة، اختصاصي طب عائلة. صباح الخير يا دكتورة، وحياك الله معانا في برنامج شاي ضحى. صباح الخير، هلا اخت افتخار، يا هلا فيكم، مشكورين على الاستضافة الحلوة. حياك الله دكتورة. دكتورة، طبعا كلنا نعرف في بعض الأحيان خصوصا خلال هذه الفترة نحتاج إلى الخروج فترة الصبح، اللي بعضنا يخلص معاملة ضرورية، لكن يصاب المرء أحيانا من كثرة التعرض للشمس بضربات الشمس. ما هي بالبداية، ما هي ضربة الشمس؟ طبعا قبل أن نتكلم عن ضربة الشمس لازم نقول لنا سبحان الله في جزء من الدماغ مخصوص عشان ينظم لنا درجة حرارة الجسم. هذا الجزء يحس بالحرارة العالية عن طريق الخلايا الحسية، ترسل له إشعارات بأن درجة الحرارة المحيطة للجسم أو الرطوبة عالية، فيقوم بإصدار الأوامر حق الجهاز العصبي أنه يقوم بإفراز التعرق، والشعيرات الدموية السطحية ملوت الجلد تتوسع. فعن طريق هذا راح يصير عندنا التبخر، فنتخلص من حرارة الجسم العالية. ونقدر نقول عن ضربة الشمس إذا صار عندنا حرارة عالية أو نسبة رطوبة مع الأشعة الشمسية المباشرة، طبعا هذا النظام يختل وما يستقر وما راح يقدر يتأقلم على الوضع الجديد ودرجات الحرارة العالية، فنحس بعوارض ضربة الشمس اللي هي من أهمها ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة سيليزية، والشعور بالصداع النابض والدوخة وعدم التركيز، وممكن يؤدي إلى الهلوسة واللوعة والترجيع. وطبعا الجلد يكون احمرار في الجلد وسخونة بالجلد وتوقف التعرق، لأن الحين ما قام الجسم يتأقلم عشان يفرز عرق أكثر عشان يتبخر عشان يبرد الجسم. بالإضافة إلى هذا راح يصير عندنا تقلصات بالعضلات ممكن تؤدي إلى تشنجات بالعضلات، وبالنهاية يصير عندنا الانهيار والإغماء. نعم، إذا دكتورة اللي عرفته من كلامك هناك إعياء شديد يصيب الجسم إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، لكن اللي عرفته هناك تشابه ما بين الأعراض اللي تحوشه من ضربة الشمس مع الأعراض اللي قاعد نعيشها حاليا في أزمة كورونا، ارتفاع درجات الحرارة، الصداع. كيف أميز ما بين إذا كانت هذه كورونا أو إنها ضربة شمس؟ طبعا ضربة الشمس العامل الأساسي هو الوجود خارج عن طريق التعرض إلى الأشعة الشمسية المباشرة. أما الكورونا أنت داخل المنزل تحس بحرارة، تحس بأعراض تنفسية، وتحس بأعراض أخرى في الجسم غير عن ضربة الشمس عن طريق الشمس المباشرة. أي نعم، يمكن بعد اللي عرفته الهلوسة، قد يصاب الفرد بالهلوسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. قلتي هناك منظومة الهلوسة وهمًا راح يكون عندنا، ما أقطع كلامك بخير، راح يكون عندنا همًا زيادة في ضربات القلب وزيادة في التنفس. نعم. فهذا مما يؤدي بالنهاية إلى الانهيار والإقماع. أي نعم. طيب هناك نقول منظومة داخل الجسم مثل ما تفضلتي، التعرق والرؤتين وأيضا الأوعية الدموية الطرفية الموجودة في الجلد وخلايا الجلد، كلها تساعد في انخفاض درجات الحرارة. طيب دكتورة، هذا نقول خط دفاع الجسم الداخلي، شلون طيب أنا أحمي نفسي من ضربات الشمس خصوصا إذا تعرضت لها؟ اوكي، الحين انت لما تطلعين الشخص عامة اذا طلع بالشمس ننصح بلبس الملابس الوسيعة الفضفاضة، الملابس الخفيفة ذات الالوان الفاتحة، ويفضل انها تكون من القماش القطني. ثاني شيء انه يحاول المساعدة عن طريق استخدام المظلة، استخدام الشمسية، استخدام القبعة لحمايتنا من الشمس، وما ننسى هما شرب الماء. طول فترة تعرضنا للشمس نتذكر أن نشرب الماء يكون معانا. نعم. دائما السوائل. نعم دكتورة، هذا الماء راح أتطرق له إن شاء الله خلال أسئلتي القادمة. قلت القبعة، هل يعني القبعة اللي هو الكاب المعتاد
عن القبعة الدائرية، أيه الأفضل عشان أنا أحمي نفسي من ضربة الشمس؟ طبعا يختلفون عن طريق الحيز اللي يشغلونه. طبعا الكاب العادي يحمي لنا منطقة الوجه، ولكن القبعة الدائرية تحمي لنا منطقة الوجه ومنطقة الذراع نفسها، فالقبعة الدائرية أفضل من القبعة العادية. إذا هذه نصيحة نقدمها لكم مشاهدينا، خصوصا يطلعون ساعات طويلة في الشمس، يعني الكاب العادي ما يحمي نفس القبعة الدائرية. طيب دكتورة، إذا أصيب الشخص طبعا من نعم تفضل دكتورة. أسفة على المقاطعة. لا بالعكس، معلومات كان كثير من معلومات نصائح بالفعل ثانية. بالفعل طبعا هم عندنا في أوقات حرارة تكون شديدة وعالية والشمس تكون عمودية، وهذه الأوقات هي من 11 الصبح إلى 3 العصر، فنحاول نسوي مشاورنا يا قبل هذه الفترة أو بعد هذه الفترة الزمنية. وعندي نصيحة جدا مهمة، هي إذا سوينا المشوار وأحد ويانا خصوصا الأطفال وكبار السن، إن ما نخليهم بالسيارة ونسوي المشوار. دائما عندنا بالمركز الصحي، والله عيالي بسيارة أنا بخلص بسرعة، طبعا هذا خطر جدا، يعني السيارة لا سمح الله طفت تكييف، الدرايش مسكرة، هذا المكان أخطر مكان للتعرض لضربة الشمس. نعم دكتورة، قلتي من الصبح حتى الساعة 11 هذه الشمس تكون جدا قوية، أكيد أشعة الشمس هناك الأشعة من الساعة 11 تبتدي أشعة الشمس تكون عمودية ودرجات الحرارة، ونقول درجات الحرارة على 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 شدتها. طيب دكتورة، متى أنا أخذ فيتامين دال في هذه الحالة؟ يعني هم دائما نقول إن فيتامين دال أخذوه من الصبح لساعة 11، طيب عشان ما يصير لبس عند البعض، فيتامين دال أي أوقات مناسبة عشان أنا أستفيد من الشمس؟ طبعا تستفيدين من الشمس بغير هذه الأوقات اللي هي الشديدة والعمودية، في دراسات كثيرة وفي توصيات كثيرة، في توصيات قالت لا نستمد فيتامين دال من هذه الفترة الزمنية، وفي دراسات قالت لا نبتعد عن هذه الفترة الزمنية. طبعا احنا بالكويت الشمس وايد شديدة، فاحنا ننصح المرضى تبع الدراسات اللي نستبعد عن هذه الفترة الزمنية الشديدة. وطبعا فيتامين دال اللي ناخذه من أشعة الشمس لازم تكون أشعة الشمس مباشرة، مو عن طريق النافذة أو أن حاطين دريش وحاطين الطفل وياخذ الأشعة الشمس، هذا خطأ. النافذة أو القزاز هذا شيء توارثنا دكتورة، يعني خصوصا إذا كان الطفل مولود ويعاني من مرض الأصفار، فدائما يحطه من وراء الدريشة من خلف الزجاج علشان أنه ياخذ الأشعة. حابين نغير هذه المفهومية، القزاز يعتبر حاجز، ما راح نستفيد من أشعة الشمس المباشرة. وبالنسبة حق الوقت الزمني اللي نحتاجه عشان نستفيد الجسم من فيتامين دال وتكوينه، اللي هو 20 إلى 30 دقيقة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، حق ويكون معرض لمنطقة الوجه ومنطقة الساعد. وطبعا عندنا هذه بالنسبه حق البشره الفاتحه، اما البشره الداكنه وكبار السن يحتاجون فتره زمنيه اطول واعضاء جسم اكثر تتعرض الى اشعه الشمس. اي نعم. طيب دكتوره، البعض يصاب بضربه الشمس وهو ما يدري، يعني يكون خارج المنزل نفرض، كيف يتصرف اذا حاشه عياء شديد، اذا حاشه تعب، اذا حاشه صداع، واذا كان معاه شخص اخر كيف يعني ما هي الاسعافات الاوليه للشخص الاخر كي يساعد الشخص؟ يعني نقول حال السكر، اذا جت نوبه سكر وفي مرافق مع صاحب السكر هناك اسعافات اوليه، هل ايضا يوجد اسعافات اوليه للمصاب بضربه الشمس؟ طبعا ضربه الشمس تعتبر حاله طبيه طارئة، يعني اللي وياك أو الشخص نفسه لازم يتصرف بأسرع وقت ممكن. إذا كان هناك شخص مصاحب والشخص اللي حاشة ضربة الشمس تعرض إلى الإغماء أو الإنهاك، يعني بالحالة الأخيرة يفضل أن أول شيء نسوي نتصل على الإسعافات الطبية 1-1-2، هذا أول خطوة، ونطلب المساعدة. وبعدين المريض نفسه نحاول أن ننقله إلى مكان بارد ومظلل، ويحاول أن ناخذ وضع الاستلقاء وننزع ملابسه اللي موجودة قدر الأمكان، ونحاول إذا موجود عندنا نبللهم
في أي مكان قريب أو نطلب مساعدة من الآخرين، نبلل الملابس ونردهم على الشخص نفسه عشان يحصل عندنا التبريد. وأفضل مناطق نحط فيهم الأقمشة المبللة اللي أهما على الرقبة وتحت الإبط وبين الأفخاذ إلى أن تحصل تأتي الإسعافات الطبية. أما إذا كان الشخص لا لا تفضلي دكتوره، لان سبحان الله بديش لك في سؤال يعني في نفس المحور. درجات الحراره، وين الاماكن المهمه عشان انزل درجات الحراره؟ تفضلتي قلتي حول الرقبه. اي نعم. والمكان الثاني؟ حول الرقبه وتحت الابط. تحت الابط، اي نعم. وبين الافخاذ. هذيل اكثر مناطق فيهم شعيرات دمويه تتدفق بشكل كبير، فهم عن طريقهم يتبخر هذا الماء اللي احنا نحطه، راح يتبخر فراح تنخفض درجه حراره الجسم. انزين، وبالنسبه لنا اذا كان الشخص واعي بس حس بالحراره وحس بالاجهاد الحراري او اللي اسمه الانهاك الحراري وما وصل الى ضربه الشمس، يقدر الشخص نفسه يتجه الى الاماكن المظلله ويرتاح شويه ويشرب كميه كافية من السوائل. طبعا الشخص اللي هو فاقد الوعي ما نقدر نعطيه سوائل، يمكن انه يختنق، يمكن يؤثر الى على القصبة الهوائية، فبس عن طريق التبريد. اما الشخص الواعي يقدر يشرب سوائل كثر ما يقدر، ونستخدم المروحة اذا توفرت في حالة التبريد علشان تساعد على تبخر الماء اللي احنا قاعد نحطه ويبرد الجسم. ويقدر الشخص، اذا يقدر الشخص انه ياخذ شاور بارد يقدر، ما يقدر اي قطعه قماش او اسفنجه مبلله يبلل جسمه وبالاماكن اللي وضحناها عشان يتخلص من الحراره الزايده. نعم. وحبيت اذكر نقطه مهمه. تفضلي دكتوره. اسف انا وايد قاطعتك. لا لا بالعكس، يعني ما شاء الله عندك كم كبير من المعلومات، واحنا حابين نسلط على هذا الضوء خصوصا في الاجواء اللي قاعد نعيشها حاليا. ما شاء الله ارتفاع سجلنا درجات حراره جدا عاليه، اضافه الى الرطوبه. لله الحمد هاليومين خفت الرطوبه، متوقع ان شاء الله بعد تخف اكثر خلال الايام القادمه، لكن معروف عندنا بالكويت جونا صحراوي حار، اضافه الى شهر عندنا 7 و8 اشد درجات الحراره والشمس تكون عموديه في هذه الفتره. فحابين احنا من خلال برنامجنا ومن خلال الدكتوره اكيد في برنامج شاي ضحى نوعي المشاهدين، هناك وايد تصرفات خاطئه قد يقام فيها البعض. حابه اسالك قبل ما نكمل بالارشادات اللي حضرتك قاعد تفضلين فيها. تفضلي دكتوره، يلا عشان ما اقاطعك. تفضلي. نقطه وايد مهمه. اي نعم. ما نستخدم خافض الحرارة، يعني أهم شيء عندنا في ضربات الشمس التبريد. اي نعم. ما نعطيهم الأدول أو خافض الحرارة أو البروفيل، لأن اوريدي النظام اللي عندنا اللي يقلل درجة الحرارة ما قاعد يشتغل، ما قاعد يستوعب، ما قاعد يفرز تعرق. فخافضات الحرارة إذا كان الشخص واصل إلى ناحية الإغماء يمكن تأثر عليه، تأثر على أعضاء جسمه. فما نعطي خافضات الحرارة، هذه النقطة وايد مهمة. اي نعم. وأنا أريد أكرر أيضاً خافضات الحرارة وما تستخدم التبريد. اي نعم، اريد اكرر ايضا مشاهدينا لكم هذه المعلومه، في حاله الاعياء الشديد تحذر الدكتوره من استخدام خافض الحراره، يمكن ياثر سلبا على صحه الانسان. اي نعم، طيب دكتوره، في بعض الاحيان نشوف الانسان اذا كان مجهد وكان جدا تعبان بطل الماي وكت على راسه او انه قسل وجهه، مدى تاثير تعرض او صدمه الجسم نقول في تعرض الى ماء بارد، خصوصا اذا كان بارد وهو اوريدي عنده ضربه شمس، هل هذا ياثر نقول على خلايا المخ، ياثر على اتزان الشخص نفسه؟ طبعا درجه حراره الجسم مع ضربه الشمس 40 وفوق، احنا نبي نبرد الجسم كثر ما نقدر. حتى الدراسات تنصح اذا عندك ثلج تقدرين تحطينه بس اذا كان الشخص مو كبير بالعمر ولا انه طفل صغير، يعني جسمه صحي ويقدر يستحمل هذا القدر من درجات الحراره المنخفضه. بس اذا ما توصلت السبل وما عندك الا هذا الثلج الماء البارد تقدرين تستخدمينه، اهم شيء عندنا التبريد. ماكو مشكله على الراس دكتوره؟ ما راح يسبب اضرار؟ طبعا احنا نتفق انه هو في الرقبه. الرقبه، نعم. وسائر الجسم، اما على الراس ماكو دراسات تثبت هذا الشيء. نعم. انه نكت على الراس، فاحنا قاعدين نوعي الناس بالاشياء المناسبه اللي احنا نستخدمها. طبعا المخ هو العضو الحساس في الجسم كله. فاحنا نقدر نغسل وجهنا، نقدر نغسل جسمنا، بس ان نكب كب قالوا ان نقدر ان نستخدم الحمام البارد اللي هو الشاور. اي نعم. بس ما الثلج نفسه
هو على الجسم كله مو على منطقة معينة. إذا حطيتي الشخص المصاب بضربة الشمس كل جسمه داخل الثلج هذه عادي ما منها خطورة، بس منطقة معينة لازم نتأكد أنه هو سليم وأنه عمره مناسب عشان ناخذ هذه الخطوة. نعم. طيب دكتورة الحين أبي أتكلم عن دور الماء. أهم طبعا وجعنا من الماء كل شيء حي، أخذنا احتياطاتنا في ضربة الشمس، لكن أكيد ما ننسى الماء. ما هي الكمية المناسبة اللي يجب أن يتناولها نقول الإنسان خلال تعرضه إلى ضربة الشمس؟ أوكي. طبعا الماء هو عنصر أساسي في جسم الإنسان، وكمية الماء اللي يحتاجها الجسم هما اختلفوا الآراء واختلفوا الدراسات واختلفت التوصيات. منهم اللي يقول لك اخذي 8 أكواب من الماء باليوم، منهم اللي يقول لك اشرب كثر ما تقدر من الماء. الا توصلوا بالنهايه ان كميه شرب الماء يعتمد على عوامل، هي العمر والجنس والوزن والنشاط البدني ودرجه الحراره والرطوبه المحيطه والحاله الصحيه للفرد نفسه. فلو ناخذ على سبيل المثال العمر، طبعا الاطفال الرضع اللي أقل من 6 شهور يحتاجون إلى 700 ملي من الماء باليوم، وهذا عن طريق الحليب اللي يشربونه. والشخص البالغ 19 سنة فما فوق، الرجال لقوا أنه يحتاجون إلى 3.7 لتر من الماء، والنساء يحتاجون 2.7 لتر من الماء باليوم، وهم من عن طريق الوزن سووا دراسات وكل وزن يختلف. بالنسبة حق ضربة الشمس والنشاط البدني العالي ودرجات الحرارة العالية، يمكن يحتاج جسم الإنسان البالغ 70 كيلو جرام، نقدر نقول الوزن، يحتاج إلى 4.5 لتر من الماء باليوم. نعم. طيب دكتورة، الماء جدا ضروري، قالوا هناك ما بين لترين مثل ما قلتي، الحين على كتلة الجسم، والطفل يعني يحتاج كميات أقل عن الإنسان البالغ. ما زاد عمر الإنسان زادت احتياجه للماء. إنزين، أنا عندي سؤال شوية خارج عن أسئلتي. الحين الدراسات تقول، أو أنا أسمع الناس تقول، بصراحة أنا ما قريت دراسة، إن الطفل المولود يعتمد على كمية الحليب، ما نحتاج نشربه ماء، على إن إحنا كنا نشرب عيالنا بالسابق ما يعني أول ما ينولدون. مدى صحة هذه المعلومة دكتورة؟ هي المعلومة صحيحة، أن الطفل حتى هم لما حسبوها أن هو يحتاج 700 ملي من الماء، حسبوها من كمية الحليب اللي يرضع الطفل. ودائما ننصح بالرضاعة الطبيعية أول 6 شهور من العمر. نعم. طيب دكتورة، مع الخروج في مثل هذه الأجواء الحارة، وكلنا نعرف الحين أزمة جائحة يعني ضربت العالم كله إلا وهي كورونا، ولبس الكمام لفترة طويلة، وقد نحتاج أن نحن نشرب ماء، ما هي الالتزامات أو ما هي النصائح اللي تقدمينها لنا عشان نكون بالسيف سايد، ما نتعرض إلى نقول الفيروس كورونا، وأيضا ما نتعرض بنفس الوقت إلى ضربة الشمس؟ طبعا الماء ضروري للجسم عشان نعوض فقد سوائل الجسم. هو كمية الماء اللي نحتاجها تعادل كمية الماء المفقودة، اللي هي عن طريق التبول وعن طريق الخروج وعن طريق التنفس عن طريق التبخر وعن طريق التعرق. لازم نشرب الماء حتى لو كنا لابسين الكمامة. شلون؟ أول شيء إذا بنشرب الماء لازم نتأكد أن في تباعد اجتماعي بيننا بين الأشخاص اللي موجودين، والمكان يكون جيد التهوية، ونقوم بغسل إيدنا وأنبوب الماء نفسه اللي يكون معقم جيد التغطية، ونحاول أن نفسخ الكمامة من الجزء الطرفي، ما نجيسها بالوسط نهائيا، ونحطها على قطعة ورقية، ونشرب ونغسل إيدنا مرة ثانية عقب فخس الكمامة، ونشرب الماء أو السوائل الموجودة، ونرد نغسل إيدنا، ونحط الكمامة من الطرف، ونغسل إيدنا مرة ثانية، ونمارس حياتنا. بس إذا قدرت وعندك الاستطاعة وعندك الكمامات متوفرة إنك تغير الكمامة وتاخذ كمامة جديدة، يفضل. وعندي نصيحة همن. بالعكس دكتورة، بالعكس، احنا مستفيدين جدا من النصائح اللي قاعدة تقدمينها. نعم. في وايد ناس ينزلون الكمامة تحت، صحيح، يحطونها على الرقبة. هذه الحركة وايد خطرة، لأن الكمامة ملوثة. صحيح. إذا أنت حطيتها على الرقبة قمت بتلويث هذه المنطقة، وخلال الأكل أو الشرب
فراح تتلوث الاكل اللي انت قاعد تشربه، ويمكن تصاب بالفيروس، مع انه يمكن ما في احد وفي تباعد اجتماعي، بس انت مشيت بمكان وتعرضت الى الفيروس والكمامه شايله هذا الفيروس. فهذه الحركه اللي يسوونها لا ننصح فيها نهائيا. نعم. تفضل دكتوره. وشلون نتذكر شرب الماء؟ سبحان الله التطور اللي وصلنا له والخير والنعمة اللي احنا فيها، كل واحد عنده تليفون وفي تطبيقات وايد نقدر ننزلها على الهاتف الذكي تذكرنا بشرب الماء على مدار اليوم. ايرن وشربي الماء. الحمد لله. دكتورة، اذا حسينا بالعطش، صحيح ان الماء حزته ما له فايدة، لازم نشرب الماء بدون ما نحس بالعطش، ولا هذه ايضا معلومة فيها مغالطة شوي؟ لا طبعا، اذا حسيتي بالعطش انت وصلتي مرحله يعني الجفاف، ان الجسم قاعد يقول لك، قاعد يرسل اشارات ان انت عطشان، لازم تشرب الماء الحين. احنا نوصي ان نشرب الماء قبل الاحساس بالعطش، يعني مو انطر اعطش عشان اشرب الماء. طبعا كبار السن ما عندهم هذا الاحساس، راح يقل مع تقدم العمر. احنا نوصي شرب الماء قبل الاحساس بالعطش، والاحساس بالعطش هذا انذار، لازم نشرب ماء، مو توقف نشرب الماء. نعم، اذا نستخدم احنا نقول جهاز الهاتف للتذكير، لان بالفعل كثير منا يعني حتى لو كانوا صغار بالعمر دائما نسمع يمكن هذه الجمله تتكرر بيننا، نسينا او ما نحس بالعطش او انا ما اشرب ماء وايد، يمكن يستغنون عنها بسوائل اخرى او عصار، ولكن ما في شيء يغني عن الماء. دكتوره، طيب تكلمنا عن التعرض للشمس وممكن انه يسبب ضربه الشمس حق الاطفال، الجفاف مثل ما تفضلتي دكتوره. طيب قاعد نعيش في أزمة، شلون أنا أعوض أولادي، خصوصا ما قاعد يعني ما في نقول أماكن ترفيهية، ما في طلعة، ما في زوارات، شلون أعوضهم إذا كان عندهم فيتامين دال؟ خصوصا الدراسات أثبتت أن انخفاض فيتامين دال راح يقلل أيضا مناعة الجسم، وصار مرتبط في وايد أشياء، الغدة الدرقية، ضربة الشمس، وأيضا كورونا، يعني وايد أشياء ارتبط معها فيتامين دال، انخفاض يأثر على صحة الفرد. صح، هو فيتامين دال من الفيتامينات الأساسية لجسم الإنسان، خصوصا في مرحلة الأطفال نفسهم، مهمة عشان نسبة الكالسيوم في الدم تكون ثابتة، مهمة للعظام، صحة العظام، ومهمة لنمو الطفل نفسه. فيتامين دال هو المصدر الأساسي لفيتامين دال، هو التعرض لأشعة الشمس نفس ما قلنا. وفي عندنا مصادر أخرى اللي هي الأطعمة الغنية فيتامين دال، وعندنا الأطعمة المدعمة فيتامين دال، والمكملات الغذائية. من الأطعمة الغنية فيتامين دال هي الأسماك الدهنية مثل السلمون وسمك التونة، ومن الأطعمة الثانية اللي هي اللحوم الحمراء الأعضاء مثل الكبدة، وعندنا صفار البيض. طبعا الطفل صعب ان كل يوم توكلينه هذه الاكل الاطعمه الغنيه فيتامين دال. عندنا اشياء ثانيه اللي هي الاطعمه المدعمه فيتامين دال، وايد لما نروح الجمعيه نشتري اقراض ومشروبات وعصائر وكذي، ما ندقق على المربع اللي موجود على المنتجات، مكتوب عليه مدعم فيتامين دال، مدعم بالفيتامين الفلاني، لازم نتاكد كم كميه المدعم فيها من فيتامين دال. هذه بالنسبه حق الاشياء اللي فيها فيتامين دال، بالإضافة إلى المكملات الغذائية. إحنا سؤالنا إيش كثر نحتاج من فيتامين دال؟ أول بالنسبة حق العمر، من الرضع إلى عمر سنة يحتاجون 400 وحدة دولية من فيتامين دال يوميا، ودائما هذا الطفل يأخذه عن طريق حليب الأم إذا كان بالأشهر الأولى. ونقدر نعطي نصيحة إنه هو إذا كانت الرضاعة طبيعية لازم يأخذ 400 وحدة دولية من الفيتامين دال عن طريق اللي هم المكملات الغذائية. اي نعم. اذا كان اي نعم دكتورة فاطمة، بس ما ادري وقت البرنامج مثل ما تفضلتي، يمكن وقت البرنامج وعندنا ايضا تقارير وعندنا ضيوف، ولكن وعد انا راح التقي فيك ان شاء الله يعني مداخله هاتفيه اخرى، لان موضوع ضربه الشمس جدا مهم خلال هذه الفتره اللي قاعد تمر فيها، يعني اجواء البلاد حراره وما شاء الله مشاوير عقب حظر تعرضنا له الفتره الماضيه، عندنا وايد اشغال تاخرت. كل الشكر لك دكتوره فاطمه، حابه كلمه تقولينها.
كل ما أقولها التزموا بالكمام والتزموا بالتباعد الاجتماعي والتزموا بغسل الإيد كثر المستطاع، وعسى الله يحفظ الكويت وأميرنا وشعبنا من كل مكروه. آمين يا دكتور، يحفظك من كل شر، وكل شكر تواجدك معنا في برنامجنا، كل شكر. مشكورة، مال السلامة. حياك الله حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. مشاهدينا، ننتقل إلى الزميلة أنسام الخلف، وعالم تنسيق النباتات الداخلية، جدا مهم، مع ضيفتها المصممة نور بن عيدان. نتابع معكم هذا التقرير ونعود.